سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الفلو هكا التفاح. هنا عندي واحد الساشي ديال الفلو، وهنا عندي واحد جوج تفاحات، هنا السيترو ديال الحليب، وجوج المعالق ديال النشا وسنيده. والفلو درتها البنات ديال الفاني. صافي، هنا غادي ناخذ التفاح، غادي نحيد ليه داك الداخل ديالو. هاد الفلو كيجي زوين، كيجي هكا منسم بالتفاح، كيجي زوين بزاف في المذاق. وغادي ندير البنات جوج هنايا، انا غادي ندير ديال هذا ديال الفلو بالفاني، وغادي ندير حتى ديال الكراميل. غادي ندير 3 الكيسان ديال الكراميل و 3 الكيسان ديال هذا ديال الفاني. نتوما الا بغيتو كديروا غير واحد، زعما كديروا غير واحد النكهه وصافي. صافي، هنا غادي نقطع التفاح، غنخليه بقشرته بالقشره ديالو. التفاح ما غاديش نقشرو، غنخليه بالقشره، وغادي نقطعو غير هكا. باش غير دغيا يطحن. الا بغيتو كديروا واحد التفاحه كبيره، الا عندكم تفاح صغير بحال هذا كديروا جوج. صافي، هنا غادي نقطعو كما شفتو. غادي نديرو دابا هنايا جوج تفاحات بالقشور ديالهم، غادي ندير معاهم السيترو ديال الحليب. غادي ندير سنيدة، جوج المعالق ولا 3 على حسب الذوق. انا هنا غادي ندير 3 المعالق ديال السنيده. دابا هادو غادي نزيد لهم الفاني الفلو، عفوا الفلو ديال الفاني. كما قلت لكم غادي ندير جوج هنايا، واحد ديال الفاني وواحد ديال الكراميل. صافي، دابا هادو غادي نطحنهم مزيان مزيان مزيان، وغادي نرجع هكا باش نصفيهم. صافي، هنا كما كتشوفوا راني صفيتو طحنتو مزيان، ها هو مطحون مزيان. دابا غادي نديرو في هنايا في هاد الكاسرونه اللي غادي نديرو فوق العافيه، وغادي نصفيه مزيان باش هكا غادي نزيد ليه النشا. تحلي دغيا دغيا كتوجد هاد الفلو، دغيا كيوجد وما كيشدش الوقت، وعلى حسب نتوما شحال نتوما في الدار، يا ديروا السيترون ولا ديروا طرو. انا غادي ندير طرو ديال الحليب، غير بغيت نصوب معكم هذا هو الاول، عاد غادي ندوز ثاني نصوب انايا ديال كما قلت لكم الكيسان الاخرين بالفلو هكا ديال الكراميل. صافي، غادي نصفي هنا مزيان مزيان. صافي، ها هو مصفي مزيان كما كتشوفوا. دابا غادي نزيد عليه جوج المعالق ديال النشا عامر مزيان. هنا ردت جوج المعالق عامرين مزيان ديال النشا، غادي نحركهم دابا مزيان، وغادي نردهم فوق البوطه حتى كيعقد هذا الخليط واحد شويه. صافي، وغادي نخويه في الكيسان. كما قلت لكم الفلو دغيا دغيا كيوجد وكيجي بنين، كيجي زوين، وعلى حسب النكهات اللي بغيتو نتوما، كديروا التفاح، ديروا البنان، ديروا اللي يعجبكم. هنا درتو فوق العافيه، ولكن الاحسن كتجربوا بصراحه بالتفاح كيجي زوين. صافي، غادي نحرك دابا حتى كتعقد لي هاد الكريمه هادي. صافي، دابا غادي نبقى نخوي هكا في الكيسان. وصافي، وكما قلت لكم 3 الكيسان اللي غادي ني هذا الخليط في 3 الكيسان، وغادي ندير الاخر بنكهه الكراميل ان شاء الله، ونرجع معكم.
صافي هذا هو الفلو بالنسبه لهذا. درت فيه الكراميل، وهذا الاخر درت فيه كما شفتوا معايا درت فيه ديال الفاني. ما بدلتش، بدلت غير الفلو اللي بدلت هذا الكراميل وهذا، وكلهم درت فيهم التفاح كما شفتوا معايا. نتمنى البنات ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وبسلام عليكم البنات، والله يعاونكم حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. بسلام عليكم البنات.